أما كانت الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تيموشت من الإطاحة بشبكتين مختصتين في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية والنصب والاحتيال مع توقيف 16 شخصا. العملية الأولى جاءت بعد وقوع شجار في الطريق العام بمدينة عين تيموشت، تنقل عناصر المصلحة إلى عين المكان مكان من توقيف الأطراف. وبعد فتح تحقيق في القضية تبين وجود شخصين قادمين من ولايات مجاورة لغرض الهجرة غير شرعية عن طريق الإبحار السري، لكنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف أحد الأشخاص يقيم بمدينة عين تيموشت مع سلبهم لمبلغ مالي قدره 105 مليون سنتيم. العملية مكنت من توقيف 12 شخصا مع حجم مبلغ مالي يقدر ب 76 مليون سنتيم.